الخير يا طنط. مساء الخير يا تامر يا ابني. هو يوسف موجود؟ طب انا هخش له وهاخده ونخرج نغير جو شويه. أنا خايفة لا يعمل في نفسه حاجة. ما تقلقيش ان شاء الله خير يا طنط، ان شاء الله خير. كان لازم يا عم تامر انت تتخرج معانا النهارده عم كده. يوه انت كل مره هتقول نفس الكلام ده يا وليد، وانا 100 مره افهمك يابا. افهم يا عم، افهم. ده بني ادم زيه زيك، من حقه يطلع ويتفسح ويشوف الدنيا، وانت بس اللي حاطه في دماغك. شيله من دماغك يا وليد.